ألمانيا بلد متعدد الثقافات، بس في شيء واحد منلاقيه وين ما رحنا بألمانيا هو؟ يعرف الشعب الألماني بحبه الكبير لكرة القدم. مع مرور الوقت صرت أعرف إذا بتصل بأحد الأصدقاء الألمان يوم السبت بيكون أكيد عم يتابع مباراة فريقه المفضل. بس السؤال هون بيكون شو الشي اللي بيخلي الألمان شغوفين لهي الدرجة لمتابعة المباريات؟ I think it's because everyone is looking for some hobby and something which could believe. Etwas, wo man sich als Gruppe mit identifizieren kann, glaube ich. Also es gibt so ein Wir-Gemeinschaftsgefühl. Da finden ja so kleine Kriege statt sozusagen auf dem Spielfeld, ne? Und ich glaube, das übt für sehr viele Menschen doch eine gewisse Faszination aus. Usually I would go to the bar, especially that in Berlin it's a very social thing. Fußball ist ja was, was Massen bewegt. Also das, der Hype für alle, also dass viele das gucken, dass viele sich dann auch, obwohl sie sich vielleicht gar nicht für Fußball interessieren, eben dann zum Fußball gucken, irgendwie treffen oder so. Aber das gemeinsam machen, gemeinsam gucken, dann schon eher im Vordergrund steht als das Spiel selber. Und تتمتع كرة القدم بمكان كتير كبيرة بألمانيا. اليوم نحن موجودين بأحد الأماكن اللي بيعرض مباريات لكرة القدم. مثل هذا المكان منتشر بكل أنحاء المدن الألمانية. المكان من برا مو مبين كتير بوضوح. خلينا نفوت لجوا نتعرف على المكان أكثر. إذا كان بدنا نلاقي بعض مشجعي فرق كرة القدم الألمانية، مو بالضرورة أبداً نروح على الملاعب الخضراء. ممكن نلاقي مشجعين بأماكن مخصصة لحضور المباريات، مثل المكان اللي نحن عم نزوره اليوم. Why in general football is taken too seriously in Germany? Well, it's like a religion in Germany. Yeah. Many people like they will have like all their place covered in scarves and shirts and everything from the team. And everybody just gets it from when they are a kid. Like it's the first thing you learn. Like you're for this team. Yeah. Because your father or mother is for that team as well. صراحة أنا كتير مبسوطة إنه الشوط الثاني لقيته كتير أحلى من الشوط الأول، خصوصي إنه جابوا جول. بس أنا بصراحة بالنسبة لإلي ما كنت متخيلة إنه هن يعني بيصرخوا أكتر، أو بس شكلهم متوترين مشان هيك ما عم يصرخوا. بعيوني أنا شفت اليوم إنه الألمان بيتعاملوا مع الفوتبول بجدية كتير، وإذا ربحوا بيكونوا رايقين كل الأسبوع، وإذا خسروا بيكونوا بمزاج سيء كتير كتير. بس بالنهاية الفوتبول فيها ربح وخسارة، ولازم على طول تكون روحنا رياضية. شوفكن المرة الجاية بعيوني أنا بعيون غالية.